لمين هاي الصورة؟ يمكن صورتي وأنا وصغيرة. ليش أنت مفكر إنه ممكن أترك الكل كرمال ديشا؟ لأنه هي بتعني لك كل شيء. أنت موجود بين كل هالناس هدول ومع هيك حاسس حالك وحيد. الكل بيحبوك كتير بس أنت حاسس بالوحدة، وهذا لأنك بتحب مرة تانية. مو هيك القصة. لكن ليش بتنزعج وقت تسمع باسمه؟ الخوف اللي أنت موجود فيه هلأ رح ينزعلك كل حياتك. صدقني أنت خايف إنه يصير جزء من حياة ديشا. بوراب نحنا الرجال بسيطين كتير. نحنا ما بيهمنا إذا المرة اللي منحبها تركتنا، منقدر نتحمل الألم. بس إذا كملت حياتها مع شخص تاني، هذا اللي ما فينا نتحمله، ما منقدر أبدا. وأنت شو اللي خلاك تفكر إنه هريتك مو جزء من حياتها؟ بحسب معرفتي بديشا ما رح تخلي حدا يصير جزء من حياتها بهالسهولة. بس هي بتعرف إنه أنت متزوج من مرة تانية، فممكن توقف عن التفكير فيك وتكمل حياتها معه. يعني ممكن. ليك بوراب، شوف حالك كيف. بس شوف حالك. بالأول كنت قلقان وهلأ مبين متوتر. الغيرة والخوف كتير واضحين على وشك. صدقني شوف حالك. بلكي كان اهتمام، هي كانت جزء من حياتي وحقي قلق عليها. قلقان على ديشا ما؟ وكمان قلقان على آليا شو ممكن يصير فيها إذا تركتها. خلينا نحكي الأمور بوضوح. أنا بعرف إنك بتحب ديشا مو آليا، لكن ليش بقيان لهلأ مع آليا بورا؟ بسبب أريان؟ لا تخلي آليا تتوتر ولا لأي سبب من الأسباب، لأنه إذا صابها توتر رح تنصاب بالاكتئاب. إيه. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجاناً وبجودة عالية.